تمام، وإرادة الله شاءت إنك تروح الحبس غريب. أيوه بدر الحبس. حين يفرق الظلم بين أفراد البيت الواحد. اشتهي بسرعة أخي مهدي قبل ما أموت. يا أخي هذا حدود، حدود يعني حرس ودوريات. حين تغدو الحدود فاصلا بين الأخ وأخيه، في قارب متجه من الشمال يبدو أنه تجاوز الحدود. حين يغدو الموت ثمنا بخسا. هذه حاجة مين سكت عليها؟ سوي اللي بتسويه، اعمل اللي بتعمله، بس حاجة واحدة خليها في بالك يا أخي، يا ابن أمي وأبي ماله أهل غش الطائرة في العاصمة. أترى أن الحدود تنجح في الفصل بين القلوب؟ أتراها تنجح في تكريس الفرقة والشتات؟ القارب أول إنتاج لفيلم تلفزيوني يمني